قبل الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتورة أماني، بصراحة لو أقدمت إثيوبيا على الملء الأحادي 13.5 مليار متر مكعب في يوليو القادم، احنا هنا بنتكلم خلاص في يعني احنا في مارس ابريل مايو يونيو، بنتكلم في 4 أشهر، يعني 3 أشهر وشوية. هل احنا ماذا يعني ذلك بالنسبة للسودان وماذا يعني ذلك بالنسبة لمصر؟ اهلا بك يا لميس والمشاهدين. يعني تهديد امن انساني ل 150 مليون نسمه مباشره على السودان، يعني تهديد 20 مليون نسمه، يعني استمرار الانكشاف الاستراتيجي السوداني في مساله حيويه جدا وحرجه جدا وهي مياه الشرب، يعني تهديد سد روسيرس، يعني فقد مصر لحصه كبيره من يعني المياه المتدفقه اليها. وانا لما اتكلم على الحصه المصريه ناخد بالنا ان كل متر مكعب من المياه يرد من النيل الازرق لمصر بيتم استخدامه 3 مرات، فالرقم اللي هينقص من الحصه المصريه هو الحقيقه مضروب في 3، فهيحصل عندنا تاثيرات طبعا. يعني ربما تكون وزارة الري بشكل أو بآخر أو الدولة المصرية عملت عمليات تحلية في الفترة اللي فاتت، لكن بالتأكيد هي غير كافية. يعني تصاعد مستوى التوتر في الإقليم بقى على المستوى السياسي والاستراتيجي، وربما يعني هذا التصاعد التوتر ممكن في لحظة يتحول إلى يعني تحولات كبيرة في مشهد الحوض النيل والقرن الإفريقي ومؤثرة على المستقبل المنظور. طيب يعني يبدو انه في مع كل التحركات اللي حصلت سابقا انه مش عايز اقول تقاعس دولي يعني، ولكن لا حراك لا من يعني جنوب افريقيا حاولت، ولكن في النهايه كانت يعني المشهد انها يعني فاسيليتيتر او يعني اقعدوا مع بعض وحلوا المشاكل، لكن لا حراك لا من الدول الافريقيه ولا من المجتمع الدولي. هل المجتمع الدولي يتحمل نتيجه اندلاع مشكلات بهذه الخطوره على البشر وعلى حياتهم، او مشكلات امنيه أيضا ممكن تكون متزامنة مع ذلك؟ يعني أنا خليني أقول بصراحة الطرف الإفريقي غير مؤهل لحل هذه المشكلة، لأن في ظل هذا المستوى من التعنت الإثيوبي الطرف الذي يمكن أن يؤثر هو الطرف الذي يستطيع أن يؤثر على المصالح الإثيوبية بشكل مباشر، واللي ممكن يقوم بالدور ده هو الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشكل أساسي، لأن تهديد الأمن يعني الإقليمي في هذه المنطقة هيؤثر على أوروبا بشكل مباشر، وهيؤثر على الاستقرار في منطقة حساسة وحرجة للمصالح الدولية. احنا بنتكلم على منطقة يعني مطلة على البحر الأحمر ومتخمة للبحر الأحمر، ده عصب عار حساس في مصالح دولية هائلة، منها نقل النفط مثلا. فطبعا المجتمع الدولي تم مناقشة المسألة في مجلس الأمن. المجتمع الدولي الآن مشغول بكورونا وبتداعيات كورونا وبالفيروس وبالتطعيم، الاقتصادات الدولية أيضا يعني مثقلة بهموم داخلية. وصلت إثيوبيا رسالتين رمزيتين من إدارة ترامب حينما منعت عنه بعض المساعدات الرمزية، وأيضا من الاتحاد الأوروبي حينما منعت عنه مساعدات رمزية، لكن أنا ألمح الحقيقة في الإعلام الأمريكي مستوى من التصعيد كبير ضد إثيوبيا، بوابته ربما تكون الحرب على التجري، لكن متنه بيقول أن الدولة الإثيوبية لم تعد صالحة كمان أنها تكون دولة يعني حاملة للمصالح الغربية في منطقة القرن الإفريقي، وربما ده ما يفسر مكالمة بايدن مع كينياتا في كينيا. يبدو ان اثيوبيا فقدت يعني ادواتها في ان تكون فاعل محلي مهم للمصالح الغربيه وخصوصا، وده بيتطلب مننا ايه؟ يتطلب مننا لوبي اقوى في بالذات في يعني احنا دلوقتي بنتكلم، حضرتك بتقولي انه افريقيا يعني قد لا تكون فاعله في هذه الازمه، فانا عندي 2، عندي الولايات المتحده وعندي الاتحاد الاوروبي، هنا ده بيتطلب مننا لوبي. شوفي احنا ابتدينا على مستوى القوى الصلبه نتحرك صح، لان الانكشاف الاستراتيجي اللي حصل في السودان نتيجه الملء والتفريغ غير المتفق عليه، الملء الاول اقصد والتفريغ غير متفق عليه اللي حصل في السنه اللي فاتت،
عمل انكشاف استراتيجي في السودان، فالسودان أدركت حجم المخاطر اللي هي معرضة ليها، وده ساهم في ان احنا يبقى في نوع من انواع وحدة الموقف المصري السوداني المؤسسة على مصالح كل طرف. يعني هنا احنا مش بنقول ان السودان انحاز لمصالحنا، على العكس السودان انحاز تماما لمصالحه. في وحدة مصر، وحدة موقف مصري سوداني بيتم التعبير عنها في تحولات في المشهد المصري السوداني على مستوى القوى الصلبة. الاتفاق العسكري اللي حصل في الخرطوم النهاردة، الكلام اللي قاله الحقيقة أو محتوى الكلام اللي قاله رئيس الأركان المصري في السودان له دلالات مهمة وأساسية، وهتؤدي على هتؤدي إلى تحولات في الأوزان الإقليمية سواء في حوض النيل أو في القرن الإفريقي. هيدي مصداقية، يعني وحدة الموقف المصري والسوداني هيدي مصداقية للتحرك للموقف المصري فيما يتعلق بالأخطار، سد النهضة، والقدرة على مواجهة السردية الإثيوبية إفريقيا، لأن السردية الإثيوبية قائمة على فكرة أن مصر أنانية تريد أن تستحوذ على فرص التنمية. الآن السودان بمكونها الإفريقي في هويتها وبتوجهاتها الإفريقية بتقول نحن أيضا نتعرض لأخطار. دي مسألة هتبقى وزنة جدا في مجمل الموقف إذا إثيوبيا. لكن إحنا علينا واجب تاني الحقيقة دايما إحنا ما بنعملوش، هو فكرة تفعيل المسار التاني. تفعيل المسار التاني ده آلية يعني بيتم التعامل بيها عالميا، وهي إن أنت بتفعلي جامعاتك ومراكز أبحاثك ومراكز تفكيرك في التفاعل مع النظراء سواء على المستوى الإفريقي أو على المستوى الأوروبي والأمريكي. الحقيقة مصر طوال أزمة سد النهضة اعتمدت بشكل أساسي على أدواتها التنفيذية وأدواتها الرسمية، ولم تذهب إلى الفواعل الغير الرسمية رغم أن هي عندها القدرة دي. يبدو أن كان في تقدير موقف مصري بالقدرة على احتواء الموقف الإثيوبي. الآن يعني علينا أن نعترف أنه لم يتم احتواء الموقف الإثيوبي، لم يتم يعني النظر إلى مخاطر سد النهضة بما يليق من جانب إثيوبيا، وتم الاستهتار بالمصالح المصرية. وبالتالي احنا علينا ان نفعل كل الادوات حزمة واحدة يعني متوازية في اطراف متعددة يجب ان نعتمد عليها سواء من القوى الصلبة او في المسار الثاني للدبلوماسية المعروف عالميا. نعم، بشكرك دكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.